كما حضرتوا معنا هنا اليوم كاين واحد عرس بمناسبه ديال عيد العرش المجيد. هذه النسخه الثالثه ديال السباحه في المياه المفتوحه مدينه جديده. سبق لنا درنا واحد جوج نسخ، كنا غنديروا النسخه في 30/6/2024 تكونسيدات مع الموت ديال الام ديال سيدنا الله يرحمها، اجلناها ل 27 و28. مسابقه اللي فيها ثلاثه ديال المسافات، كاين محور ديال 800 ومحور ديال 1500. هادو درناهم نهار السبت، علاش؟ البحر تيكون عامر باش ما نشدوش البحر النهار كامل. كاين المصطافين هنا، كاين الناس زوار اللي جايين باغيين يتبحروا، ما يمكنش نبقاو شادين البحر. كما شفتوا راه كاين واحد لا سيكوريتي كما تيقولوا افونتو، كاين واحد الباليزاج درناه، واحد الليندو اللي راه على تقريبا واحد 1000 متر، ودوك اللي بوي علامات الشوير باش يمشيو عليهم السباحه. كاين هادشي ديال اللي كانوي كاياك. دابا داز الانطلاقه ديال 1500 اللي مشاركين فيها تقريبا واحد 33 سباح وسباحه. من بعد كاين واحد المسافه ديال 800 متر. حنا كثر بان السباحه والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. السباحه هي من بين الرياضات اللي عطات واحد البصمه ديالها عن الصعيد الوطني، خاصه في السباحه في المياه المفتوحه. وكترب بان هذه المسابقات اللي كيديروا في المغرب الحمد لله داروا واحد، المهم داروا واحد الخطوه ايجابيه بالنسبه للناس، وكاع الناس كيحبوا الوداد ديالهم باش كيشاركوا في هذا سميتو في هذه السباحه في المياه المفتوحه. والحمد لله الامور غاديه مزيانه، ومن ناحيه كاع المرافق اللي كيمروا بها الوداد كلهم في سلام، كيعوموا تحت السلامه وتحت كل ما لديهم من الوقايه المدنيه. بالنسبه الحمد لله احنا جينا اليوم جينا اليوم الحمد لله سبحانه وتعالى تولي يسرنا على البحر، وكانت واحد يعني واحد المنظر بالنسبه للبحر اليوم مساعد الناس باش يسبحوا في المياه المفتوحه. وكتربوا ان الشاطئ ديال الجديد من بين الشواطئ المغربيه اللي كتلتجئ لها جميع السياح سميتو في هذا الموسم الصيفي. والحمد لله جديده اليوم وغدا راه كما كنقولوا بان الماء مناسب للسباحه. بالنسبه لهذه الكومبيتيسيون يعني هذه التظاهره من طبيعه الحال كان عنده واحد المجهود من قبل، يعني نسقنا مع الجمعيات ديال مدينه الجديده كذلك مع الشباب الحمد لله اللي متبعينا. وفعلا هذا المحتوى هو محتوى اللي كيخصو يكون في البلاد، لان يعني كنا محرومين منه، وكانوا ناس كيسبحوا لكن الناس باش غتوصل الناس اخرين وباش غتقنعهم بان البحر ممكن نقدروا نعوموا فيه، والوقت اللي نقدروا نعوموا فيه والوقت اللي ما نقدروش نعوموا فيه، كذلك الاماكن اللي نعوموا فيها والاماكن اللي ما نعوموش فيها. لهذا الناس كسبت واحد الثقه، يعني ثقت فينا الحمد لله، وهذه وخير دليل يعني هذه الكومبيتيسيون يعني العام الثالث. المشاركه كانت شويه صعيبه باسكو يافي الكورون دافع في الدخول، سينو في الغتور كان مزيان باسكو كانوا الماجيكو عاونونا شويه وقدرت نوصل انا الاولى ما بين البنات. بغي نقول لهم بلي لا ناطاسيون هي احسن سبور كاين، كتسوليسيتي كاع لي موسكل ديال لو كور وكلشي كيوصي عليها حتى ميم لي ميدسان، دوكو عوموا. مزيان موالفه كندير دي بوجوم، دوكو كان هذا بوجوم بارمي طون دوطخ. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.